كمال كريم، عندي 10 سنين. انا بربي تعابين وبغبغانات وسحالب. زي في تعبان اسمه الشبكيه اللي هي الريتيكيتد، وفي تعبان البرميس هو اسمه برميس اساسا بالانجلش برضه، وانواع تانية زي الكينج سنيك والميلك سنيك. احنا ضد تربية السام لان ده خطر جدا، واحنا ما بنحبش نربي سام خالص وما بنجيبوش. ايا كان نوع السحلية، اذا كان هي بتعيش في طينة او استوائية او صحراوية. بربي بغبغانات وسحالف وشوية قرود. أنا بصحى بفطر، بعدين أخش عليهم بشوفهم إذا كان تعبان عايز مية، إذا كان تعبان جعان، إذا كان تعبان محتاج رطوبة عشان لو بيغير جلد. فبتمم على كل تعبان إن هو يبقى مرتاح.